قطر الياسمين. مدموج ملكة الليل الشبو، العطر أبل مو طبيعي نهائيا أكثر مما تتصورون. أنصح كل بيت كل حديقة لازم يخلي ياسمين والشبو أو الجاردينيا. تزهير غزير كلش ما شاء الله. عبارة عن تزهير صاير من كل مكان، تزهير هذه ملكة الليل. هاي التزهير على باكر يتفتح مئات مئات الآلاف من الزهور. توقع 100 تجي 200، تروح 200 تجي 300، يعني ما شاء الله غزارة غزارة مو طبيعية. هاي الشتلة تقريبا عمرها سنتين بس انا استخدم طريقة خاصة بالتقليم، تقليم جائر حتى النموات الجديدة كلها تكون بيها تزهير، وهي تحب التقليم الجائر وتخليها على ارتفاع 20 سنتيم فقط بعد نهاية موسم التزهير. يعني هسه انا هقلمها تقريبا بالسابع او نص بالسادس من ينتهي التزهير، ترجع بالخريف تنمو نموات وتزهير.